أهلا وسهلا بكم لدرس جديد من دورة الأجهزة الوهمية. الجهاز أو الأجهزة الوهمية التي قمنا بإنشائها كما رأينا في الدروس السابقة يمكن أن نستعملها على أكثر من نظام تشغيل وأيضا على أكثر من جهاز كمبيوتر. هذا يعني أني مثلا حين أقوم بإنشاء جهاز وهمي أثبت عليه نظام تشغيل وعلى ذاك النظام أثبت برامج أنشئ ملفات، يمكنني أن أقوم بعد أن أنتهي من كل هذه العمليات بحفظ أو بالأصح تصدير هذا الجهاز الوهمي واستيراده على جهاز آخر أي جهاز كمبيوتر حقيقي آخر، فيصبح لدي بسرعة جهاز وهمي فيه ذاك النظام مثبت، تلك التطبيقات أيضا مثبتة، وتلك الملفات أيضا موجودة كما على الجهاز الوهمي الذي قمت بحفظه. إذن سنرى كيف نقوم بهذه العملية في هذا الدرس. سنرى أيضا كيفية التعامل مع أجهزة وهمية يمكن أن نحملها من الإنترنت، وفي الأخير سنرى تقنية يمكن أن نستعملها في حال أردنا تزامن جهاز وهمي بين حواسيب أو أنظمة تشغيل تشتغل على نفس الحاسوب. إذن لتصدير جهاز وهمي نضغط على فايل وهنا Export Appliance. Appliance هو الاسم الذي يطلق على الأجهزة الوهمية في هذه الحالة حين نقوم بحفظها أو تصديرها، هو الاسم الذي يمكن أن تجده بكثرة في الإنترنت في حال أردتم تحميل أجهزة وهمية جاهزة، سنرى ذلك بعد قليل. إذا نضغط على فايل Export Appliance، هنا ستظهر لنا قائمة فيها جميع الأجهزة الوهمية التي قمنا بإنشائها، يمكن أن نختارها جميعها ونقوم بتصديرها، ويمكن أن نختار ما نريد منها. أنا لدي جهاز وهمي واحد فقط، سأقوم باختياره، بعد ذلك أضغط على Next. هنا يمكن اختيار مكان نزول أو مكان تصدير الجهاز الوهمي، يكون إما بامتداد OVA أو بامتداد OVF، يمكن أن أغيرها أيضا لكن أنا سأتركه بدئيا. يمكن كما قلت هنا تغيير مكان نزول الجهاز الوهمي عن طريق الضغط على Choose، وهنا يمكن أن أختار أي ملف أو أي مجلد أريد أن أقوم بحفظ الجهاز الوهمي فيه. افتراضيا في Ubuntu يكون المجلد هو دوكمنت في مجلد المنزل. إذن أقوم بإلغاء هذه العملية، أترك الاختيارات بدئية، وأخيرا أضغط هنا Next. هنا يمكنني أن أضيف وصف للجهاز الوهمي، فقط أضغط مثلا مرتين، وهنا يمكن أن أغير ما أريد مثلا في الوصف، في الليسنس، في حفظ الحقوق، يمكن أن أكتب ما أريد في هذه الخانات لتساعدني من بعد لو كانت لدي عدة أجهزة وهمية وأردت أن أقوم بتصديرها كل واحدة على حدة. وأخيرا أضغط على Export فتبدأ عملية تصدير الجهاز الوهمي. أنا سأقوم بإلغاء العملية بسرعة لأن حتى الإلغاء يأخذ بعض الوقت، التصدير يأخذ بعض الوقت. أنا قمت مسبقا بتصدير جهاز وهمي، سنرى الآن كيفية القيام بالعملية المعاكسة أي استيراد جهاز وهمي. بعدما أقوم بتصدير جهاز وهمي وتنتهي العملية سأحصل في الأخير على ملف على هذا الشكل، سيكون بامتداد OVA. هذا الملف يمكن أن أقوم بنسخه لأجهزة أخرى واستعماله، أو على نفس الحاسوب استعماله في حال كنت أستعمل أكثر من نظام تشغيل. إذن هذا الملف يمكن أن أقوم باستعماله لاستيراد الجهاز الوهمي. إذا نرى كيف ذلك. الآن سأقوم بالضغط على File Import Appliance، أضغط هنا Choose وأختار ذاك الجهاز الوهمي الذي قمت بتصديره، مثلا Windows، وأخيرا أختار افتح Next. وانتظر لي معلومات عن الجهاز الوهمي، يمكن أن أغيرها أيضا، وحين أنتهي أضغط على Import فتبدأ عملية جلب أو استيراد الجهاز الوهمي. تأخذ أيضا بعض الوقت على حسب مساحة المحددة للجهاز الوهمي، على حسب ما ثبت فيه. وهنا أشير إلى أن هذه عملية الاستيراد تقوم بإنشاء جهاز وهمي
جديد انطلاقا من ذاك الجهاز الوهمي، أي أني الآن حين أقوم ب لو كنت أستعمل نفس الحساب أو نفس نظام التشغيل وقمت باستيراد بتصدير واستيراد جهاز وهمي، فسيكون هناك نسختين منهما، لكن حين أقوم بالاستيراد تكون النسخة البدئية مشابهة للنسخة التي قمت بتصديرها. إذا لاحظ معي الأولى مثلا هنا يتم إنشاء قرص صلب خاص بهذا الجهاز الوهمي، وهذا هو مكانه في مجلات المنزل، يكون هذا الملف. إذا نوعا ما يأخذ بعض الوقت إلى أن ينتهي. نتطرق لكيفية تحميل أو تحميل أجهزة وهمية جاهزة من الإنترنت. مثلا أوراكل، في موقع أوراكل يمكن تحميل أجهزة وهمية أو أبليانس جاهزة للمطورين، مثلا المطورين بالنسبة لداتابيز جافا. إن هناك العديد من الأجهزة الوهمية الجاهزة في موقع أوراكل يمكن تثبيتها، وهنا تجدون ما يوجد بتلك الأجهزة الوهمية، هنا رابط للتحميل وأيضا تعليمات التثبيت. أنا ما أعتقد التحميل، جربت فقط، أنا جربت إمكانية التحميل، فيجب التسجيل في موقع أوراكل. لا أعرف من بعد هل هناك أشياء أخرى، لكن أعتقد أن التسجيل كافي. إضافة إلى أوراكل مثلا توزيعات لينكس يمكن تثبيت العديد أو تحميل العديد من أبليانس، أي أجهزة وهمية جاهزة مثبتة عليها توزيعات. مثلا هنا يمكن أن أحمل جهاز وهمي مثبت عليه أوبونتو 12.04، ساينتيفيك لينكس، لينكس مانت. إن هناك العديد من الأجهزة الوهمية يمكن تحميلها أو أبليانس يمكن تحميلها من الإنترنت واستيرادها بطريقة سريعة من برنامج فيرتشوال بوكس. إذا مثلا هنا انتهى استيراد الجهاز الوهمي. لاحظ معي أنه أضيف الآن جهاز وهمي، لو قمت بالضغط على ستارت فسيبدأ مباشرة تشغيل النظام الذي بداخله بنفس البرامج بنفس الملفات التي كنت قمت بإنشائها في الجهاز الوهمي الذي قمت بتصديره مسبقا. أحنا الآن مثلا كان لدي ويندوز اكس بي مثبت، فلا اضطر لإعادة تثبيته من جديد وتثبيت برامج عليه، فقط اقوم بتصدير واستيراد ذاك الجهاز الوهمي. طيب الان كما قلت بأن حين اقوم باستيراد جهاز وهمي يتم انشاء جهاز وهمي اخر انطلاقا من ذاك الذي قمت باستيراده، فقط هو نقول نسخة من الاول، لكن له إعدادات وله قرصه الصلب الخاص به. إذا أي تغيير سأقوم به الآن في ويندوز لن يتأثر أو لن يؤثر في الجهاز الوهمي الذي قمت بتصديره منه أولا لو كان في نظام آخر، لكن ربما تريد مثلا أن تستخدم في جهازك نظامين تشغيل، أفترض مثلا ويندوز وتوزيع من توزيعات لينكس أو توزيعات عديدة من توزيعات لينكس، تقوم بإعادة تشغيل واستخدام توزيعات ثم إعادة تشغيل واستخدام توزيعة أخرى، وتريد أن تستخدم نظام أو جهاز وهمي، لكن حين تقوم بتغيير في نظام ما تقوم به بتغيير على توزيعة ما أو نظام ما، يتم ذلك التغيير أيضا في التوزيع في الأنظمة الأخرى. هذا يعني أنه يكون هناك نوع من التزامن بين الأنظمة التي تشتغل عليها وفي هذاك الجهاز الوهمي. يمكننا أن تستعمل نفس القرص الصلب لجميع هذه الأجهزة الوهمية، أي أنه مثلا تضغط على نيو تقوم بإنشاء قرص جهاز وهمي جديد، هنا تختار ما تريد ليس مهم، تعطي اسم مثلا فقط لأقوم بالعملية بسرعة، تعطيه إعدادات كما تريد، لكن الجزء المهم هو في القرص الصلب. هنا تختار Use Existing Hard Disk، أي استعمال قرص صلب موجود أو متوفر،
هنا تختار قرص صلب خاص مثلا بهذا النظام الذي ثبتت عليها مثلا أو الذي اخترته لجهاز وهمي مثلا لينكس لو أردت أن يكون ويندوز ولينكس متزامنين. أضغط نكس كرييت فيتم إنشاء جهاز وهمي الآن. هذا الجهاز الوهمي سيكون متزامن مع هذا الجهاز الوهمي لأني قمت بإنشائهما ولهما نفس القرص الصلب. هذا مساوي لو أني لدي عدة حواسيب وفي جميعها أستخدم نفس القرص الصلب، يعني كل مرة أريد أن أستخدم حاسوب أقوم باستخدام نفس القرص الصلب فيه. يعني هذه طريقة فقط لمن يريد استعمال جهاز وهمي على نفس الحاسوب أو حواسيب عديدة ويريد الحفاظ على نوع من التزامن بين هذا الجهاز الوهمي في جميع الحواسيب أو في جميع الأنظمة. لكن الدرس ما كان في مهم هو كيفية تصدير واستيراد جهاز وهمي أي ما نسميه بأبليانس. إذن نلتقي إن شاء الله في درس قادم مع تقنية جديدة. إلى اللقاء.